حبيت نتطوع، حبيت نعاون البلديه نتاعنا. اتصلت بالسيد السي وصف المديوني رئيس البلديه نتاعنا، هو شجعني باش نخدم الكمامات هذوما للمواطنين نتاعنا لهنا ولا للاعمال البلديه نتاعنا وجمعياتنا وللمنطقه نتاعنا بصفه عامه. ماذا بينا يد واحده نعاونوا بعضنا، نقفوا لبلادنا. ماذا بينا الوباء هذا يا ربي يرحمنا منه، وان شاء الله وان شاء الله خير، ان شاء الله ان شاء الله. انا نعاون بمجهودي، نعاون باللي عندي باللي نقدر. كيف برشا خياطات في البطان كي جات الجائحه هذه كورونا تطوعوا، اتصلوا بيا قالوا نحن مستعدين نعملوا لي بافيت نفرقوها على المواطنين ولا العمل نتاع البلديه وعلى المجتمع المدني على المنظمات اللي تنشط في الكياس وقاعده تتعاون في البلديه. رحبت بالفكره الحق، اعطيتهم الموافقه. قاعدين يصنعوا كل يوم في أكثر من 200 و 300 كمامة، قاعد ناخذ فيهم عندهم نفرق فيهم.